يعني ما زلنا مستمرين مع حضراتكم وتغطيتنا بقى بعد اللقاء والشكل الفني للفريق، واللي طبعا النادي الاهلي ختمها النهارده بفوز مهم على فريق منانا وبيتاهل بيه لدور ال 16 دوري المجموعات، وده شيء مميز جدا. ان شاء الله نتمنى ان احنا ايضا في دور ال 16 نتفوق على الفرق اللي ممكن تكون متواجده في مجموعتنا ان شاء الله. يعني في ظل الاطمئنان الفني و اللي موجود عند اللاعبين والجزء الاداري الثابت بشكل كبير دائما في النادي الاهلي، ان شاء الله الفوز والنجمه التاسعه تبقى حليفه النادي الاهلي هذا الموسم. زي ما بقول لكم بعض الاهداف المميزه للفريق خصوصا في الجزء الهجومي، ما بيتاثرش بغياب اي لعيب. وليد سليمان النهارده مميز بيحرز الهدف الثالث، وايضا وليد ازارو، كل اللاعبين المتواجدين، ميدو جابر ما شاء الله النهارده هدف رائع بالنسبه له، بيأكد على ان هو عنده جزء التسديد ماشي بشكل قوي جدا. يعني ما شاء الله كل اللاعبين، عمرو سلايه بيقوم بدوره، احمد فتحي، عاشور، هاني، سعد، سمير، كل اللاعبين الصراحه، ايمن اشرف، علي معلول، الشناوي طبعا حارس مميز جدا، كلهم بيقوموا بالدور المميز بالنسبه لهم في المباريات، ما فيش حد بيأثر ابدا في دوره. ايضا نزول اللاعبين بتوعنا المميزين في الشوط الثاني، ايضا كل واحد عايز يقدم نفسه لجمهور النادي الاهلي في افضل حالاته. كابتن ربيع، واحنا بنتكلم راي حضرتك في المباراه وفوز، يمكن نتيجه المباراتين بتقول ان النادي الاهلي فعلا قادم بقوه لقاره افريقيه بالنجمه التاسعه ان شاء الله. الاهلي كبير طبعا في اي مكان وفي اي وقت وفي اي زمان، دي بصحيح كبير، هيفضل طول عمره كبير بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم الاسباب اللي بنقول لما بنتكلم يا كابتن محمد في هنا في الاستوديو قبل المباراه، بنقول الاهلي كبير ومش خايفين بفضل الله، لان احنا نملك الشيء اللي خلينا نتكلم بيه، نملك القدرات الاداريه اللي على نفسها بتنظم وتشتري وتجاهد وتبقى تخطط، نملك الجهاز الفني، الخبره الكبيره جدا، نملك القدرات الخاصه اللي تقدر تشتغل بيها في اي وقت وفي اي مكان وفي اي ساعه، نملك الجمهور الرائع. هي دي منظومه النادي الاهلي، احنا بنتكلم عن جداره وبنتكلم بثقه، لان نملك فعلا النهارده الفوارق كبيره جدا. قلنا النهارده الفريق كبير، الاهلي بيأدي بشكل كبير فني على اعلى مستوى، بيسجل في اول 8 دقائق، بيسجل في بعد على مراحل، بيسجل في اخر، يعني كل الدقايق وكل الاوقات وكل الازمات خلال سير المباراه الاهلي قادر انه يسجل. النهارده الاهلي تالق، النهارده الاهلي ابدع، النهارده الاهلي احسن، حتى لو الفرقه مش هي دي الفرقه، لكن ما نقدرش نقول ان حد النهارده اثر في الفريق. النهارده تالقوا، اجادوا، كان في امتيازات فنيه كبيره جدا في تيم النادي الاهلي، باقل مجهود من لعيب النادي الاهلي قدر يسجل 3 اهداف. سير مباراه رائع، تنظيم رائع، خطوط مترابطه. خليني بس اروح لامير هشام ولقائه مع كابتن سيد حفيظ مره ثانيه. اتفضل امير. قناه الاهلي في كل مكان، فوز مهم ومستحق للنادي الاهلي في مباراه الاياب بدور 32 من دوري ابطال افريقيا امام فريق منانا، وفوز بنتيجه 3-1، والنادي الاهلي بيواصل الانطلاقه الجيده ليه في بطوله دوري ابطال افريقيا نحو طبعا تحقيق هذه البطوله مع نهايه الموسم. لكن معايا في هذه اللحظات كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد، ببارك لك مباراه كبيره النهارده واداء جيد ونتيجه جيده وبدايه قويه لفريق البطوله. ده اخر تسجيل يعني عشان تبقى عارف. مش هتسجل تاني. بص يا سيدي، الحمد لله طبعا على المكسب، والحمد لله طبعا على النتيجه. مباراه طبعا مهمه جدا، والفصل ما بين بطوله الدوري اللي ختمناها يوم الحد اللي فات، فكان ضروري جدا ان انت بعد انتصار كبير او تتويج كبير لازم يبقى في كلام مهم جدا جدا للعيبه يتقال، وده اللي حصل الحمد لله رب العالمين. واللقاء اتعاملنا مع الحمد لله جهاز فني واللعيبه بمنتهى الذكاء ومنتهى قوه الشخصيه على حسب الاجواء اللي موجوده، الاجواء المناخيه، الرطوبه عاليه جدا جدا والجو صعب جدا، لكن الحمد لله رب العالمين. يعني الاجواء دي اتعاملتوا معاها ازاي يا كابتن سيد، وانتوا كجهاز فني كان كلامكم ايه مع اللاعبين خصوصا في ظل الصعوبات سواء السفر او ارضيه الملعب او المناخ زي ما حضرتك قلت؟ زي ما قلت لك، يعني انت كجهاز فني ولاعيبه اتعاملوا مع اللقاء بمنتهى الذكاء ومنتهى قوه الشخصيه في التعامل مع اللقاء. ربنا كان موفق، وكان ممكن في الشوط الاول كمان كانت النتيجه تبقى مزيد من الاهداف، لكن الحمد لله رب العالمين. زي ما قلت لك كانت المباراه بالنسبه لنا مهمه، لسه كمان هنشوف طريق البطوله الافريقيه، طريق بيتاخد على مراحل، مرحله صعبه، مش
سهله وطريق لسه طويل، فخدنا المرحله الاولى ونجحنا فيها الحمد لله. وبعد بكره هنشوف القرعه بقى ان شاء الرحمن، هي مش بعد بكره اسف، يوم 21 اللي جاي ان شاء الله هنشوف القرعه هتودينا مع مين ان شاء الله. باذن الله يكون الطريق كويس وباذن الله نكمل. يعني شايف ان البدايه كده مناسبه للفريق ان شاء الله عشان تبقى دفعه قويه لتحقيق هذه البطوله الغايبه كابتن سيد؟ لا خلاص، انت عديت المرحله بقى يعني، خلاص الماتشين بتوع مونانا في القاهره وهنا خلاص انتهوا. هتبص لمرحله المجموعات اللي زي ما قلت القرعه بدري شويه يوم 21 هتبقى في القاهره باذن الله، وهنشوف هتسفر عن ايه القرعه يعني. فخلينا ننتظر، لكن الحمد لله المرحله لحد كبير معدينا بنجاح كويس ان شاء الله. عاشور عايزين نطمن عليه. عاشور حاسس بحاجه في الانكل، لكن الحمد لله 400 مش مقلقه ان شاء الله. اجايي اسباب ان هو ما وصلش وانضم لمعسكر الفريق كان ايه بالظبط؟ اجايي كان بعت لنا يعني واتكلم من يومين معانا ان هو مش لسه لحد دلوقتي ما خدش تاشيره بولندا. بالتاكيد عنصر مهم جدا جدا، لكن كان وجوده في المنتخب باذن من الجهاز الفني. هنشوف الامر في الفتره اللي جايه باذن الله، يعني بعد انتهاء بقى مباريات الوديه من خلال منتخب نيجيريا هينضم لنا ان شاء الله. التوفيق يا كابتن سيد. شكرا. ده كان لقاءنا مع كابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره عقب هذا الفوز المهم والغالي للنادي الاهلي هنا في ليبرافيل وفي الجابون طبعا، ومباراه الاياب في دور 32 امام فريق مونانا. اكيد كان فوز مهم، تواصل البدايه القويه بالنسبه للنادي الاهلي اهم عشان النادي الاهلي ان شاء الله يبقى عنده الدفعه المناسبه لتحقيق هذه البطوله الغائبه منذ 5 سنوات يا كابتن فاروق. الهدف الاساسي خلاص بالنسبه للاعبين ان هم ان شاء الله حققوا هذا اللقب الغالي. خليني اقول لك ان شاء الله هنكون متواصلين معاك ولقاءات اخرى هنا من امام غرف كلا ملابس النادي الاهلي عقب انتصار الفريق على فريق مونانا بنتيجه 3-1. عوده ليك يا كابتن فاروق. بشكرك يا امير، مبروك كابتن سيد حفيظ، مبروك للفريق. كابتن ربيع خليني وانا بقول لك يعني في ختام كلمه حضرتك اللي انت كنت بتقولها عنوان لمباراه النهارده بالنسبه لكابتن ربيع. الاهلي بيعرف يتعامل مع كل الامكانيات. الاهلي ملك افريقيا. حقيقي. حقيقه طبعا. ملك افريقيا. كابتن عادل، المباراة كانت يمكن واحنا بنتكلم عليها كان في البداية بنقول في حذر، وكابتن عادل بقول له ما يخشى النادي الأهلي وإيه اللي المفروض يتعامل بيه الحذر. النهارده الحذر كان موجود طبعا. في نفس الوقت عرف يتعامل مع مباراة في الشكل الهجومي كابتن حسام بدر ولاعيبته. شوف احنا بنتميز بحاجة مهمة قوي، بنتميز إن احنا طول الوقت عندنا حذر وبتحترم الفرق اللي قدام مهما كان أدائها. الحاجة التانية المهمة النهارده اللي أنا سعيد بيها ان انت كسبان 4 في مصر وراح تكسب هناك، ودي حاجه كويسه ودي حاجه مهمه. عندك فلسفه، يعني الفلسفه بتاعت المكسب على طول على طول على طول عاوز تكسب. الحاجه المهمه كمان لما تكون انت جايب 7 اهداف في مباراتين، دي حاجه برضو تحسب لك. انت داخل على ارقام وبتتكلم في ارقام، عندك لاعبين ممكن يبقوا هدافين البطوله. انت داخل على دوري مجموعات لازم ترعب الفرق اللي انت داخل عليها، بمعنى انك انت لما هتبقى في المجموعه هيقول لك الفرق اللي معاك هتعرف النتيجه. احنا دايما كل القنوات او كل البلاد اللي بتحلل مبارياتها بتقول لك بتجيب المباراه اللي قبليها، كيفيه صعود الفرقه للدور الثاني. فوق ان النادي الاهلي اقوى نادي في افريقيا وهو يعني اكتر نادي واخد بطولات افريقيا، كمان صاعد ازاي وبيلعب ازاي، اول دور ليه 32 ما بيلعبش الا 64 علشان هو من الناس اللي هو الفئه الاولى يعني، وبعدين صعد الماتش اللي بعديه بانك انت كسبان جايب 7 اهداف دخل فيك هدف واحد. دي رساله، ورساله مهمه جدا للي بعد. ولكن الرساله اللي هي بقى ليه لعيبه النادي الاهلي ولكابتن حسام البدري، انه افضل حاجه النادي الاهلي بيعملها وعملها كابتن حسام البدري ان هو احترم الفرقه قوي، اشتغل بحذر. حتى كمان احنا يمكن في بدايه الاستوديو قلنا ليه كابتن حسام لعب بثلاثه ديفندرات في وسط الملعب، هو علشان التامين، علشان حته الملعب، عشان حته الاجواء. هو يعني خلاص الاحترافيه بتستدعي انك انت عايز تصعد الدور الثاني وتصعد بدون هزيمه، ولكن هو كسب، فدي حاجه مهمه جدا. وبنبارك للكابتن شريف 3-1. بص يا كابتن، انتوا منافسين على كابتن شريف ان هو قال الكلمه دي الصراحه. لا لا ليه؟ كل ماتش انا بقى ما هو كل ماتش بيقول 3-1 3-1 ما هو كابتن شريف هو من ساعه ما جه الاستوديو ما قالش غير 3-1 هو مسجل كلمه 3-1 هي اللي بتيجي، هي بيعمل زي حارس المرمى اللي بيترمي في الزاويه. بص بيبو بيحبك ازاي، وبص على دوب بيحتفل بيك بان انت توقعت النتيجه صح. بقول لك ايه، اي واحد هيتوقع نتيجه منكم كابتن هيجيب له بيبو الصوره بتاعته. انا كابتن ما علقتش ان انتم ما قلتوش انت اجتهدت.
قلت 2-0 وكان للحظه معينه كانت صعب قوي. بس خلي بالك الوحيد اللي ما بيقولش الصراحه كابتن ربيع. ربيع خلاص حط يعني ربيع ذكي. النتيجه بايد ربنا في ربيع ذكي يا جدعان، ربيع ذكي اهو اهو النجم اللي بيرفع اهو. شوف بقى شوف شوف انا بديله الهديه ازاي اللي هو رافعها يا ابن اللعيبه يا شريف بيه. ايه ده ده اللي رافع له جول. شوف طاهر ابو زيد مزحلق ما بيعملش معاك في فريق الشمس كده يا كابتن. انا بنعمل له ريفريشمنت، احنا بنعمل له. لا انا بحبه، بنلعب فرقه واحده انا وهو اصلا. انا بلعب اقول له بنحبك يا شريف اقدر اقول له بحبك. اول ما اعمل كده اقلب عليه واروح العب في فرقه ثانيه. هو فرقه مين بقى؟ ايه؟ فرقتنا طبعا. ده كان الماتش اسماعيلي ده ولا ايه يا كابتن؟ اسماعيلي في اسماعيلي. بص الجماهير ده الماتش ده اللي عمل مجدي عبد الغني اول مباراه بمجدي عبد الغني بعدها بالجون الثاني بعدها. طاهر ده مش هيقدر يلعب ده. خلينا واحنا نتكلم بقى وانتوا اساطير برضه من الكره المصريه كابتن، عشان واحنا بنقول ان في بكره اجتماع خاص بالنادي الاهلي او مؤتمر صحفي لمجلس اداره النادي الاهلي هيعلن فيه بعض الامور الخاصه بالانشاءات والمشروعات الاستثماريه في المرحله القادمه، وكشف حساب حتى هيكون متواجد لمجلس اداره بالنسبه للجمهور واعضاء الجمعيه العموميه، وهيبقى فيه تقليد هيبقى موجود باستمرار، تقليد تحت ما يسمى عائلة الأهلي تكرم الأساطير. هيكون في طبعا معايير لاختيار الأساطير اللي هتبقى موجودة أو الكباتن اللي هيبقوا متواجدين، أن المعيار الأول أن يكون تجاوز السن 75، أما المعيار الثاني أن يكون اختتم مشواره داخل النادي الأهلي، أما المعيار الثالث أن يكون خدم النادي الأهلي باللعب على المستوى الدرجة الأولى والتدريب فترة لا تقل عن 10 سنوات، والمعيار الرابع ألا يكون في موقع المسؤوليه داخل النادي الاهلي في التوقيت الحالي. ده بالنسبه للمعايير الخاصه بالنجوم اللي هيبقوا متواجدين غدا، وايضا هيكون بقى تكريم المعايير تكريم المعايير الثانيه. زكريا نصف مش في المعايير دي. اقول المعايير ثاني؟ طيب المعيار الاول يا كابتن انه يكون ما ختمش انه يكون تجاوز سن ال 75 سنه. المعيار الثاني ان يكون اختتم مشواره داخل النادي الاهلي. عرفت بقى. المعيار الثالث ان يكون خدم النادي الاهلي باللعب على مستوى الدرجه الاولى والتدريب فترة لا تقل عن 10 سنوات، والمعيار الرابع ألا يكون في موقع المسؤولية داخل النادي الأهلي في التوقيت الحالي. يعني بقى أكمل المواقع. أحلى واحدة فيهم 75. أكمل عشان معايا كابتن حسام البدري على الهواء دلوقتي مع الأمير هشام، وطبعا بنبارك له. اتفضل يا أمير. متواصلين معاك يا كابتن فاروق، بجد التحيه ليك وبجد التحيه لضيوفك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وعقب الفوز الكبير للنادي الاهلي والمستحق على فريق منانا بنتيجه 3-1، معايا في هذه اللحظات المدير الفني القدير للنادي الاهلي كابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري طبعا برحب بك في البدايه، وتحياتي ليك وتحيات كابتن محمد فاروق، كابتن ربيع ياسين، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن عادل عبد الرحمن. تحياتي للكباتن، اقول الاسماء تاني عشان بيزعلوا هم. كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع ياسين، كابتن عادل ربيع، كابتن فاروق، كابتن عادل، تحياتي ليكم. الحمد لله طبعا كان فوز مهم، وزي ما انا بقول دايما يعني الادوار التمهيديه بتبقى صعبه لان مفيش فرصه تعويض، ولابد يعني عشان تكمل المشوار تتاهل، فكانت مباراه مهمه. وفي نفس الوقت يمكن زي ما انا قلت وضحت ان اللقاء الاول يمكن كان فوزنا بنتيجه 4-0، طبعا نتيجه مرضيه لكن مش مريحه، زي ما الناس كانت معتقده بتقول ان خلاص النتيجه وحسم. لا، انا زي ما انا قلت ان فرقه منانا فرقه يعني نتيجه المباراه الاولى لم تعبر عن مستواها الحقيقي، لان انا بقول ان عندهم بعض العناصر الجيده وبالذات في الناحيه الهجوميه، وعلشان كده طبعا يمكن كان تحضيرنا المباراه وتفكيرنا ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه هنا، اولا نمره 1 للتاهل وبدايه مشوارنا الافريقي، نمره 2 لاعتبارات كثيره جدا، طبعا الفوز بيساعدك في حاجات كثيره جدا جدا لما هو قادم، وفي نفس الوقت يمكن الظروف طبعا برضو صعبه شويه، الرحله طويله والجو والرطوبه، شفنا الرطوبه النهارده عالية جدا 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 طبعا، واحنا لعبتنا يعني جو الرطوبة طبعا بيبقى متعب شوية بالنسبة لها، وعلشان كده يمكن جينا يعني مشينا من مصر يوم 13 على اساس يبقى في فترة الرحلة طويلة ويبقى في إلى حد ما تأقلم مع الجو، والحمد لله الفوز النهارده طبعا فوز مهم، وبقول مبروك للعيبة وبداية مشوارنا الأفريقي. تقييمك لاداء اللاعبين بالتحديد النهارده في ظل الظروف الصعبه اللي حضرتك ذكرتها كابتن حسام، والنقطه كمان اللي عايز اركز عليها وهو اصرار حضرتك على الفوز في مباراه العوده، وتوجهاتك كانت واضحه بالنسبه للاعبين وعدم الاستهتار بفريق منانا رغم النتيجه الجيده في القاهره، اكيد كان ليك حضرتك تعليمات معينه بالنسبه للاعبين دي. هو اكيد طبعا لازم يبقى تفكيرك ايجابي في التعامل مع المباريات، وفي نفس الوقت دايما بقول ان كره القدم ما فيهاش ثوابت،
وفي أمثلة كتيرة قبل كده بتبقى أنت محقق فوز، وممكن لو ما فكرتش بشكل إيجابي ممكن النتيجة اللي أنت عملتها ما تساعدكش، وفي نفس الوقت هناك اعتبارات كثيرة جدا ليك أنت كأهلي، وأهدافك في البطولة والفوز خارج ملعبك ليها أهداف كثيرة جدا، وفي نفس الوقت يعني نقل الإحساس للعيبتك إن هم بيلعبوا للفوز مهم جدا، والثوابت دي لابد تكون موجوده لان المشوار طبعا لسه طويل ولسه هيبدا، يعني احنا لسه ما بدناش مشوار وصعب جدا، فلابد كمان الفكر ده يبقى موجود عند اللعيبه، والفوز والبدايه مهمه، ويمكن عشان كده برضو طريقه لعبنا مختلفه شويه النهارده، لكن طبعا بهني اللعيبه على ادائهم والفوز النهارده. يعني بما ان طريقه اللعب كانت مختلفه يا كابتن حسام، واكيد حضرتك بتحط التكتيك الخاص والمناسب لكل مباراه، احمد فتحي كانت التعليمات بالنسبه له ليه النهارده، خصوصا ان احنا لقيناه في نص الملعب فريق اندي؟ لا، احمد فتحي كان بيلعب في نص الملعب، بدايته كانت في نص الملعب، كنت بلعب بثلاثه اللي هم عاشور واحمد فتحي والسوليه، وليهم ادوار طبعا هجوميه وادوار دفاعيه وادوار فيها كفر بالذات للظاهرين اللي على الجنب سواء هاني او علي، لعده اعتبارات ولايجابيات موجوده عند الخصم، فكل التعليمات دي كانت موجوده سواء في تحضيرنا في التمرينات اللي اتعملت او في المحاضرات اللي اتقالت وشرح اهدافنا الهجوميه في المباراه، في نفس الوقت التعامل الدفاعي لتجنب بعض الخطوره اللي موجوده عند طريق منانا، فكان فكرنا في المباراه النهارده وقدرات فتح والمرونه اللي موجوده عند اللعيبه سواء عند فتحي او عند السوليه، وفي نفس الوقت امكانيات اللعيبه اللي قدام، فالنهارده الحمد لله اتأدت بشكل كويس الحمد لله. بخلاف مباراه النهارده طبعا بحيي حضرتك عليها، لكن عايز احييك على حاجه ثانيه وهو الفوز ببطوله الدوري، وانجاز كبير جدا، نتائج جيده جدا، اداء اكثر من رائع، واهداف كتير في الموسم ده كانت بالنسبه للنادي الاهلي احرزها لاعبي النادي الاهلي خلال الموسم، وتقييمك للموسم بشكل عام بالنسبه للنادي الاهلي بعد تحقيق بطوله الدوري الموسم الثاني على التوالي وهزيمه واحده في موسمين، ده انجاز كبير يا كابتن؟ والله طبعا بقول الحمد لله، يعني اكيد انجاز يعني بيشارك فيه كتير جدا إدارة النادي والجهاز الفني والإداري اللي شغال، اللاعبين اللي موجودين، كل الأجهزة اللي موجودة معانا، وأنا بقول يمكن برضه طبعا من المواسم الاستثنائية، وأنا سعيد طبعا كمدير فني بتحقيق هذا الإنجاز، وفي نفس الوقت يمكن أعتقد أول مرة في تاريخ النادي الأهلي إن هو يفوز ببطولة الدوري قبل ما ينتهي بست مباريات، دي يعني أرقام بالنسبة لنا مهمة، لكن الأهم والإيجابي والعملي والمنطقي إنك بتفوز بالبطولة، إذا كنت هتحقق أرقام كمان تبقى إيجابيات، فبهني اللعيبة وإن شاء الله يعني بقى بنبص للمشوار الأفريقي، ولسه عندنا مباراة في الدوري العام، لكن كلها هتكون أهداف متواصلة ومتصلة لأهداف كثيرة جدا في دماغي، أنا لسه في حاجات كثيرة جدا في دماغي، فبعد مباراة الدوري العام هستخدمها لأهداف خاصة لمرحلة المستقبل في بعض الأشياء، وفي نفس الوقت للتحضير للمشوار الأفريقي، أتمنى من ربنا أن أكون موفق فيه بإذن الله. كابتن حسام، حضرتك من المديرين الفنيين اللي حقق كل البطولات تقريبا مع النادي الأهلي، إزاي بتقدر تجدد الدوافع بالنسبة لك، خصوصا أن أنت طبعا بتتولى مسؤولية فريق كبير بحجم النادي الأهلي وراه جمهور كبير جدا دايما بيبقى منتظر بطولات من حضرتك؟ أكيد طبعا، يعني وجودك في المكان اللي أنت موجود فيه ومسؤوليات المكان ومتطلبات المكان بتبقى مهمة جدا، وعارفين الكلام ده طبعا بالنسبه للنادي الاهلي والكيان الكبير، في نفس الوقت انا كمدرب يعني حتى في التجارب الخارجيه ببقى بصير طبعا تبقى اماكن بتحاول تلعب على بطوله، اتعودت بقت في ثوابت موجوده عندي فبتبقى مهمه جدا، فبحمد ربنا، وفي نفس الوقت انت بتقول الدوافع دي هي بتبقى احد قدرات المدير الفني في شغله، يعني اما تبقى انت عندك القدره على خلق الدوافع وتنوع وتغيير الدوافع دي لازم تبقى موجوده عندك، يا اما لو مش موجوده عندك هتبقى صعبه جدا للتعامل مع اللعيبه طبعا، وبالذات لما تكون مع فرق بطولات. يعني بطوله افريقيا هي الحلم السنه دي لجمهور النادي الاهلي يا كابتن حسام، حابب تقول ايه للجمهور اللي بيسمعك دلوقتي من خلال الشاشه؟ انا طبعا جماهير النادي الاهلي عارفه مدى حبي جماهير النادي الاهلي واحترامي وعشق لجماهير النادي الاهلي واقتناع الكامل ان كل مجهود بيتم في النادي الاهلي، وتملي بقول في خلال السنوات الطويله اللي انا عشت وتربيت فيها في النادي الاهلي وعرفت الكلام دوت ان سعاده الجماهير ده هو الاساس عندنا، وانت موجود في اي حته في النادي الاهلي، وانت موجود كمسؤول او موجود كمدير فني او موجود في اي مكان، الكل بيعمل على اسعاد جماهير النادي الاهلي اللي هي الاساس بالنسبه لنا، اتربينا على كده وتعلمنا على كده والنادي بتاعنا هي دي سياسته، فان شاء الله باذن الله بتمنى من ربنا ان شاء الله ان احنا نسعد جماهير النادي الاهلي السنه دي، وبتمنى انا من ربنا ان شاء الله احراز البطوله الافريقيه باذن الله، يعني انا عارف مدى احساسها وما
اما فزت بيها في 2012 عارف مدى حب وعشق جماهير النادي الاهلي. لو ما كانتش اي بطوله يا كابتن حسام، لا دي كانت بطوله جميله جدا. ان شاء الله باذن الله نكرر بطوله كويسه ان شاء الله، باذن الله نكون موفقين ونحقق بطوله ثانيه ان شاء الله ان شاء الله. تاني معلش هسالك سؤالين اخرين، يعني اختيار كابتن انيس الشعلالي ما كانش من فراغ، وده واضح يا كابتن حسام بدري. الناس كلها في بدايه الموسم اللي فات اتفاجئت ان كابتن حسام بيتعاقد مع مخطط احمال من احدى الدول العربيه زي تونس، وما كانش حد يعرفه. الراجل بان فعلا قدراته، والراجل بان ان الكابتن حسام البدري ما اختارش من فراغ، بان جدا الفروقات البدنيه ما بين النادي الاهلي في طبعا في بطوله الدوري. انيس احد العناصر اللي موجوده، لكن كل الاختيارات اللي موجوده اختيارات مميزه جدا، كل الموجودين في الجهاز مميزين جدا، وانا ببقى حريص جدا 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 على نوعيه الناس اللي بتشتغل معايا، سواء في الصفات طبعا المهنيه او في الصفات الشخصيه، فكل ده بيتوفر في المجموعه اللي موجوده معايا، مجموعه مميزه الحمد لله، وهي بتساعدنا بشكل كبير وبتساعدنا انا بشكل كبير جدا. والنجاح اللي بيحصل ده طبعا يعني مش حسام البدري اللي بيعمله لوحده، الجهاز وكل اللي موجودين معانا، الاجهزه كلها والعمال اللي موجوده، كل واحد بيتعب. ويمكن لو حد يعني اختارك ان بعد الفوز ببطوله الدوري العام كنت حريص ان انا اجمعهم في وسط الملعب اللي احنا بنشتغل فيه كل يوم، وهنيهم كلهم عامل عامل وفرد فرد وبجميع، حتى الراجل بتاع الملعب اللي بيشتغل معانا، كل ده كلهم كانوا موجودين، وهنيتهم على مجهودهم وشكرتهم على مجهودهم اللي هم ساعدونا فيه وساعدونا انا بشكل خاص واحنا كلنا بشكل عام ان احنا نعمل انجاز بطوله الدوري العام. تواجد 10، اخر سؤال خلاص عشان عارف ان حضرتك مجهد والرطوبه عاليه، تواجد 10 لاعبين من النادي الاهلي في المنتخبات المختلفه، مصر، تونس، المغرب، نيجيريا، ده اكيد مجهود ناتج مجهود جهاز فني بخطتك يا كابتن حسام ايضا، بيمثل لك ايه الجزء؟ طبعا ببقى سعيد، وفي نفس الوقت بتمنى ليهم التوفيق، وفي نفس الوقت اكيد اي عنصر جديد بيتضاف، امثله زي اجاييه، زي وليد ازارو، زي ايمن اشرف، كل العناصر دي ما بتضاف طبعا اكيد ببقى سعيد، وبتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في مرحله كاس العالم ان شاء الله. مبروك كابتن حسام التوفيق. شكرا شكرا. ده طبعا كان لقائنا الهام جدا مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي، والراجل بصراحه عمل انجاز كبير جدا، قدر ان هو يفوز ببطوله الدوري باداء جيد ونتيجه جيده، وايضا عدد اهداف غزيره بالنسبه للنادي الاهلي في هذه البطوله، والموسم الثاني على التوالي بالنسبه للكابتن حسام البدري انه يفوز بها بهذه البطوله. ايضا التركيز واضح من خلال الكابتن حسام البدري واللاعبين على ان شاء الله مواصله المشوار الافريقي الهام، وهو الحلم الاهم بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي خلال الفتره القادمه ان شاء الله. نتمنى في كل الأحوال التوفيق للنادي الأهلي في مختلف البطولات اللي هيشارك فيها إن شاء الله الفترة القادمة. عودة ليك يا كابتن فاروق في الاستوديو، أكيد لو عندنا أي كواليس أخرى هرجع لك تاني. اتفضل. بشكرك يا أمير، وفي انتظار الكواليس اللي ممكن تبقى متواجدة في الفترة القادمة ولقاءاتك معاهم، خليني أقول لكم يعني إحنا أمير سأل سؤال مهم جدا لكابتن حسام وسعادته باللاعبين المنضمين لمنتخبات، بالنسبة بقى منتخب مصر أو المنتخبات الأخرى بالنسبة للاعبين المحترفين. النادي الأهلي دائما يعني هو بيفرغ بالنسبة لمنتخب مصر اللاعبين، يعني دائما بقى يعني بيبقوا متواجدين نتيجه طبعا مجهود كبير ونظام موجود اداري وفني داخل الملعب، فبالتالي ثقه المدربين الفنيين المدربين دائما بتبقى متواجده في لاعبي النادي الاهلي. اما بالنسبه للاعبين المحترفين فاحنا اختيارنا دائما للاعبين بيبقى مميز، عشان كده هو بيتاقلم بشكل كبير جدا مع الفريق، بيتاقلم وسريعا ايضا مع الفريق، وبيتم انضمامه ليه المنتخب الخاص به، سواء بقى معلول، جاييه، ازارو، كلهم لعيبه مميزه. في انتظار كوليبالي لو هينضم، انا اسف، باكا ايضا لو هينضم لمنتخب جنوب افريقيا، ولكن دائما هذه الصوره اللي موجوده امامنا بتبقى متواجده دائما في ذهن كل اللاعبين، واحنا في ذهن الجمهور اللي بقاله 4 سنين ما داش طعم الفوز بالنسبه لهذه البطوله. بدايه ان شاء الله موفقه لفريقنا في هذه البطوله، ان شاء الله يبقى الشكل والمنظر اللي احنا شايفينه برفع كأس بطولة افريقيا للمرة التاسعة يبقى متواجد في هذا الموسم. يعني هرجع لجزئية الحفل بكرة والمؤتمر الصحفي وعلى هامش المؤتمر وتكريم النادي الاهلي لأساطير الاهلي في الفترة القادمة. قلنا المعايير ان شاء الله هيكون في تكريم لبقية النجوم في كل اللعبات على دفعات وفقا لمعايير واضحة في الفترة القادمة. مهم جدا جزئية المعايير كابتن ربيع كان بيتكلم فيها، انت ان شاء الله كابتن منتظرين حضرتك ان شاء الله تبقى متواجد، انت كابتن الشريف كابتن عادل، بس 75 ان شاء الله يعني انتوا لسه صغيرين. لا ان شاء الله دي حاجه كويسه جدا. كل الشكر والتقدير لمجلس اداره النادي الاهلي، صحيح حاجه جميله جدا، وان شاء الله عمليه التواصل يا كابتن طبعا متواجده بشكل كبير، وده حاجه مهمه. في حاجه نقطه برضو مهمه يا كابتن محمد ان شاء الله تعالى، ان الكابتن محمود الخطيب بانسانيته الكبيره جدا
والإخوة الأفاضل جميع مجلس إدارة النادي الأهلي إن هم موضوع المعاش يهتموا موضوع المعاشات. في ناس ظروفها صعبة جدا 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 ومسيرة النادي الأهلي ولعبت وتألقت وأجادت ظروفها صعبة جدا، وأنا عارف إن الكابتن الخطيب مش هيفوته أبدا الموضوع ده بإذن الله تعالى إن شاء الله. أنا بأكد على الموضوع ده لأن موضوع مهم جدا يا محمد إن شاء الله. عايز أقول يا كابتن في جزئية البرنامج الانتخابي إن في جزء منه جزء اجتماعي وجزء استثماري وجزء إنشائي وكل الخطوط العريضة اللي موجودة في الإدارة الرياضية بما فيها طبعا اللي احنا شايفينه بكرة، انك دايما عندك شفافية. يعني بكرة هيكون في كشف حساب بالنسبة للثلاث شهور اللي فاتت من مجلس إدارة لأعضاء الجمعية العمومية وللجمهور وما يحدث داخل النادي الأهلي، حتة المشاريع الجديدة والإنشاءات برضو، يعني مؤتمر صحفي الخاص، وما بننساش في الجزء الأخير جزئية الأساطير أو نجومنا الكبار اللي كانوا متواجدين على مر العصور في النادي الأهلي واللي متواجدين في توقيت الحالي. كابتن شريف لو عندك تعليق على الجزئية دي. ده تأكيدا اللي انت بتقوله، ثلاث شهور فقط وكذا بطولة دخلت، هاندبول طايرة، بطولة الدوري الحمد لله إن شاء الله على خطة ثابتة، بالنسبة للبطولة الأفريقية تقدم في كل شيء، وعود الناس كانت بتقولها في البرنامج الانتخابي بتاعتهم، ما عندهمش خير غير إن إحنا الواضح إن هو ناس بتشتغل الحقيقة، الناس اللي قالوه زي ما قال ربيع، الإنسانيات اللي موجودة كمان على الشكل باصين لكل الامور، كلهم ايديهم في ايدين بعض. يجوز كابتن محمود خطيب هو الوجه بتاعتنا والاسم الكبير والكلام ده، وبرضه بنأكد ان هو على علم وعلى استقبال وعلى كل حاجه بتوصل له وعلى كل حاجه، هو الراجل بشفافيته بانسانيته وباقترابه من ربنا بيتوفق دايما في القرارات اللي بتبقى موجوده في صالح النادي الاهلي، اللي هو المبادئ والكيان اللي احنا متربيين عليه من ايام مختار التتش، مرارا بقى بصالح سليم. طيب انت بتتكلم على البطولات الكابتن دي التاسعه بالنسبه لابطال الطايره سيدات، بص الصوره شكلها عامل ازاي، والتنظيم الرائع اللي كان موجود صراحه، دكتور عمرو علواني والناس اللي موجوده، يعني في شكل رائع وفي خير كابتن التاسعه كمان حقيقه، يعني شكل جميل يعني كتر خير، يعني نشكر بيبو طبعا ان هو راح، بيبو اللي في الشاشه وبيبو اللي عندنا في الاخراج كمان، يعني هو اللي بيواكبنا بالاحداث اللي احنا بنقولها الحقيقه، برافو عليه يعني. فانا حلو قوي انك انت توعدني وتنفذ، حلو قوي ان انا يبقى عندي ثقه فيك ان انا حتى وانت بتكرمني بابسط الامور او بابسط الاشياء انك بتذكرني، حلو قوي اللي قاله ربيع، ان انا الحقيقه انا قلت للكابتن محمود الخطيب قبل الانتخابات ان شاء الله نفسنا بس نعيش ونشوفك انت رئيس النادي وتنفذ عشان خاطري للناس اللي هي القدامى، تاخد بالك من الناس دي وما اعرفش، وده كان وعود بينا كاخوات يعني، مش مش اي حاجه ثانيه، مش مناصب ولا حاجه. فانا احنا مطمنين ان الناس الافاضل اللي موجودين الحقيقه متربيين جوه النادي، اولاد اعضاء النادي، اولاد رؤساء النادي، ترندالي ومرتجي وعمرو فاروق واسماء وجوه جديده، اسماء كبيره وجوه جديده جدا مميزه، حركه وماكينه، محمد جرحي تنظيمه للبطوله جرحي كل الناس اللي هي موجوده يعني بيتفانوا وبيتباروا وبيجروا ورا بعض وبيتخانقوا مع بعض ان هم ازاي يعملوا لمصلحه النادي الاهلي فوق كل شيء. صحيح، البطلات دول هيكونوا ان شاء الله متواجدين بعد الاستوديو التحليلي مع الزميل عبد الحميد حسن، وتكريم ليهم من خلال تواجدهم هنا في الاستوديو ان شاء الله، كل التوفيق ليهم ودايما يرفعوا اسم النادي الاهلي واسم بلدهم، زي ما احنا شايفين علم مصر موجود في نهايه البطوله مرفوع بشكل كبير بين الدول بشكل كبير. اتفضل يا كابتن شريف لو عايز تقول حاجه. انا بس عايز اقول حاجه استكمالا للاحاديث اللي احنا جايين عشان اقفل انا بيها، ان النادي الاهلي من اكبر الفرق اللي موجوده في العالم دلوقتي نتائج وارقام وكل حاجه، فاحنا لازم نبقى في هذا الشكل ولازم نبقى في هذا الوضع اللي احنا فيه، ان احنا بنتكلم على مباراه النهارده، يعني ما انا بعتبرها مباراه صغيره ان احنا بنكسب 4-3 دي حاجه بسيطه جدا، انما هو ده اللي لازم يحصل الحقيقه. وده لازم الشكل اللي احنا نبقى موجودين فيه، احنا اللي عملنا في نفسنا كده، احنا اللي رحنا في المرتبه دي. صحيح، هو فعلا نادي القرن، هو فعلا نادي عالمي. فعشان كده لن نقبل الا بالبطولات على طول على رصدها، والشغل الجيد اللي بيعملوه كل الناس المسؤولين عنه ان شاء الله. كابتن، هو تواصل اجيال وتواصل ادارات همها الاول والاخير كابتن عادل، الوصول بالكيان ده لافضل حال، وحته التتويج والاكثر تتويج ان شاء الله نوصل لها، حاجات كتير جدا في اذهان طبعا كل الاهلاويه بما فيهم طبعا مجلس اداره اللي بيقوم بدور كبير جدا في التوقيت الحالي. كابتن عادل، رايك في جزئيه التكريم وما يحدث في النادي الاهلي في الفتره دي؟ شوف الكباتن غطوا الموضوع بكل حاجه يعني، لكن انا هتكلم في نقطه اخرى. يعني احنا كنا بنتمنى النادي الاهلي ده اللي هو يروح في حته بعيده، النادي الاهلي
الاستاد الجديد اللي بيتعمل للنادي الاهلي، التفوق هيبقى ان شاء الله عالمي الايام الجايه لما ناخد بطوله افريقيا ونرجع لبطوله العالم. ده بالنسبه لكره القدم، التفوق في البطولات الافريقيه، في الفولي، في الهاندبول، في جميع الالعاب. اللي انا شايفه ان احنا اتنقلنا نقله اخرى. كابتن الخطيب يمكن في الوعود الانتخابيه واحنا حضرنا اكتر من مؤتمر، يمكن كل حاجة بتتعمل الصراحة كانت محطوطة في البرنامج، وفي حاجات أكتر كمان، يمكن في وعود اللي هي الحاجات كمان بتاعة الناس اللي هي بتتكرم، كون التكريم نفسه دي أول مرة في النادي الأهلي نلمس الموضوع ده، نلمس إنه في ناس هتتكرم مش في كرة القدم فقط لكن في جميع الألعاب. كل الناس اللي خدموا النادي الأهلي هيتكرموا، والبقية تأتي والناس اللي جاية بعدها. الحاجة المهمة كمان التيم اللي مع كابتن الخطيب، تيم مهم جدا وتيم كويس، يعني احنا بنشكره على اختياره هو الاول. يعني تخيل انت لما كمان تكون انت ليدر كويس وكمان بتختار اختيار جيد وكمان بتوزع المهام كويس قوي، انا شايف التناغم يعني وشكل كويس. احنا عشان في قناة النادي الاهلي مش عايزين نتكلم كتير، الناس شايفه ايه النادي الاهلي بيروح فين. احنا بعدنا عن الانديه في مصر دي حقيقه، بعدنا فيها في كل حاجه. عشان كده كابتن هتلاقي كابتن ربيع، يعني هقطع حضرتك كابتن عادل وراك كابتن ربيع، دايما الناس بتتصاد لنا او الانديه الاخرى تتصاد لنا على مشكله، يعني بما فيها مثلا عبد الله سعيد وجزئيه عبد الله سعيد، رأي حضرتك فيها ايه النهارده؟ انت طالع بتقول ان عبد الله جه مضى والامور دي خاصه، يعني خلاص الموضوع عبد الله جه اعترف لمجلس اداره وتم ان انت مضيت معاه، وفي نفس الوقت عرضته للبيع بحيث خلاص يعني الامور بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي كان يعني اخذ قرارات سريعه، فاهم الوضع عامل ازاي وفاهم الوضع كمان مع جمهور الاهلي عامل ازاي. يا كابتن، مجلس الاداره مجلس كبير جدا في ادارته للكيان بحجم الكابتن محمود الخطيب، بحجم الاخوه الافاضل اللي موجودين كلهم، محدش ينزعج ولا حد يقلق. الجانب الاداري مهم جدا، هو ماشي وهم بالحمد لله على اكمل ما يكون. مش احنا هنعدل على مجلس اداره فيه كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي وكابتن احسن لعيب في افريقيا، بالك دي حقيقه. اللي اقصده ان الجانب الاداري الناس تطمئن تماما. مشكله عبد الله السعيد او هم دارسين الموضوع وشايفين الموضوع، والموضوع ماشي في اتجاه خلاص بيحفظ بيه حق الكيان وجمهور النادي الاهلي كل الاحترام والتقدير وزملائه واللعيبه. عبد الله من وجهه نظري موضوع كبير، يعني خد وقت طويل جدا. الحمد لله النادي الاهلي بفضل الله تعالى ما يقفش على اي حد، النادي الاهلي بمن حضر، النادي الاهلي بالصغيرين كسب كاس مصر، النادي الاهلي على مدار الاجيال من 1907 لحد الان كل الاجيال ادت وكل اهلي، وفي ناس مخلصه وولاد النادي اخلصوا وادوا وشايلين الكيان على اكمل ما يكون على المستوى الاداري وعلى مستوى، فاللي اقصده ان ما حدش يقلق من اي حاجه بفضل الله تعالى. الموضوع ماشي بكل احترام وكل تقدير، واللي عاوز نادي الاهلي وسهلا، مش عاوز نادي الاهلي مفيش مشاكل، بكل روح رياضيه بنتمنى له التوفيق. هو قدر اللاعب يا كابتن، خلي بالك طبعا قدره واحترمه، وهو دي سمات النادي الاهلي، سمات الكيان. اتعلمنا من الكابتن صالح، اتعلمنا من الكابتن حسن، اتعلمنا من فريق مرتجي، اتعلمنا من الكابتن عبد الصالح الوحش، اتعلمنا من الكابتن الخطيب، فالامور ماشيه بفضل الله تعالى على اكمل ما يكون في الجانب الاداري. كابتن شريف عايز اخد رايك في الجزئيه دي. كابتن شريف، هو انا عايز اقول لك على حاجه، انا استكمالا الكباتن اللي قالوه، واحنا كام لعيب خرج من عندنا اعاره السنه دي؟ مجموعة كبيرة، ولاعيبة شكلها ايه؟ صحيح، لعيبة جامدة جدا ويشرفوا في اي حتة ومشرفينا بره مصر وجوه مصر. فعبد الله سعيد لاعب من ضمن المجموعة الاهلي بما حضر، يعني عبد الله سعيد اذا كان عمل لنفسه الاداء الجيد بتاع السنة دي فهو عمل لنفسه، وده انا قلت له قدام حسام وقدام سيد عبد الحفيظ، قلت له انت اللي عملت لنفسك انك انت تبقى موجود وموجود في المنتخب واشتغلت والكلام ده، وفي لحظة من اللحظات كان عبد الله سعيد مرفوض تماما لو تفتكروا، امتى هيبطل بقى امتى ما اعرفش، هو اللي رجع نفسه اللي عمل لنفسه الحكايه دي. انا حته عبد الله السعيد مضى في الاهلي، مضى في الزمالك، مضى للماديات، مضى للعمر بتاعه اللي موجود، انا بالنسبه لي عبد الله السعيد انا بشكره على الفتره اللي قضاها معانا جدا، وبقول له ان انت لعيب كويس جدا، شوف مصلحتك فين وحياتك فين. النادي الاهلي ما بيقفش على لعيب كوره واحد، انما انت في ظل النادي الاهلي الحقيقه خدمت كويس وانت اخلاقك كويسه، ومنتظر
كابتن عادل القيعي ان هو اللي يطلع يتكلم في المنطقه دي مش احنا، يعني احنا مهما تداخل تعدينا الحكايه هو كابتن عادل القيعي هيطلع يغطي لنا هيغطي لنا التفاصيل، لان انا ما عنديش التفاصيل مبادئ النادي الاهلي. الموضوع دخل يا فاروق في حته لا هو التفاصيل بما مش لطيفه، يعني الناس قلبت عليه، في الجمهور قلب عليه، انت اخذته بشكل ما تتحمل جزء من قرارك طبعا. النادي الاهلي عنده مبادئ اساسيه انت ايوه اديك قلت ما بيهزروش، لا الجمهور بيهزر ولا مبادئ الاهلي بتهزر ولا الاداره بتهزر الحمد لله، ولا يفرق معاها لعيب اصلا. انت فاكر فرقه بحالها اقلوها ولعبوا بالناشئين، مدرب خلاص اتقرص ودنه مش هيخش تاني وما مرنش في النادي الاهلي، لعيب ما رجعش تاني هو اخوه النادي الاهلي تاني. المبادئ عندنا احسن حارس في مصر اهو هيلعب في كاس عالم وما جاش النادي الاهلي تاني بعد ما مشي يعني مش الحوادث الاولانيه والاخرانيه اللي بتحصل ان في بيحدد قرار نفسه عبد الله سعيد مش على حساب النادي الاهلي. انا باخد راي كباتن، ما هو انا مش عايز حد يزعل مني لا عبد الله ولا شريف ولا حسين ولا ابراهيم، نادي الاهلي بعيد قوي عن الحاجات دي كلها. احنا نستمد طبعا يعني كل مبادئنا واي نجوميه احنا كلنا نجوم في ظل التيشيرت الاحمر. كابتن صالح سليم ومجموعه احنا نجوم في عند التيشيرت الاحمر، انما انت حط عبد الله ولا حطه في حته في فرقه ثانيه لا هيلاقي السياسه دي ولا هيلاقي الدنيا دي ولا اللعيبه دي. انا شبهتها بحته نيمار لما راح باريس سان جيرمان وساب خرج بره اللعبه غلطان. بس نيمار حاجه ثانيه. بتتكلم على نيمار احنا خليه انت انا بتكلم ان انت في فريق عندك انت متوهج فيه بشكل مميز. طب خليني بس اقول لك فريق كبير عنده قدر، لكن حته ان انت تروح نادي تاني ممكن تكون الامور عنده عشان ماديا اكبر ويبعد عنك حته التوهج والشهره والشعبيه بتبقى برضه لا شوف بتحسب بشكل مختلف. شوف انا خليني بس اتكلم نبعد نيمار، نيمار انت بتتكلم في ارقام انا بشبه في حاجه معينه فلكيه، لكن انت هتشبه بنيمار. عايز اقول لك كلمه كباتن قالوا الاهلي بمن حضر هم بطلوا الكابتن خطيب بطل كابتن يعني كباتن النادي الاهلي ولاعيبه جامده قوي بطلت والبطولات وعمالين ناخد لا وبعدين عايز اقول لك حاجه انت السنه دي مع عبد الله ما لعبش مباريات كتير وبرضه كسبنا وكسبنا باداء كويس. الحاجه الثانيه وعبد الله ادى مع النادي الاهلي، بس هي الامر في ايه؟ الامر انا بحيي اداره النادي الاهلي ليه؟ لانهم جابوا حق النادي. بمعنى ايه؟ انت ما تخسرش قضيه بسرعه، احنا متفقين على لاعب احنا ما بنقفش على لاعب. بس هي قضيه لازم تكسبها وشغلها لازم وفي الاخر هتاخد قرارك الحكيم اللي هو يفيد فرقتك. انت كتير قوي ما تخسرش ما بتخسرش صفقه، ما بتخسرش صفقه ازاي؟ مش انك انت بنحارب حد على صفقه ومش صفقه، لا احنا بنتكلم على حق من حقوقك وبعدين بتتكلم بارتياحيه لما تخلص وايه القرار اللي النادي الاهلي هياخده. هي دي القوه بقى بتاعت النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيقفش على حد، قوه القرار يا كابتن. وحاجه تانية مهمه جدا، كان عبد الله السعيد لعب للنادي الاهلي وادى اداء كويس ورجع وراح منتخب مصر، فنرجع لعبد الله السعيد الاسماعيلي كم مره راح منتخب مصر؟ ده رقم واحد. عشان بس نتكلم ما فيش شويه حاجات انت كلاعب بتحسبها، انت بتدي لمين وخدت ايه؟ فدي حاجه مهمه جدا. كم مره عبد الله السعيد مع الاسماعيلي راح منتخب مصر؟ عبد الله ادى اداء مميز وراح منتخب مصر من النادي الاهلي. من النادي الاهلي. الحاجه الثانيه المهمه ان عبد الله رايح كاس العالم وهو كان لاعب في النادي الاهلي وبيلعب في النادي الاهلي وما زال هو لاعب احسن لاعب في مصر بسبب ان هو موجود كمان في النادي الاهلي. ومش عايزين نتكلم النادي الاهلي هو اللي بيصنع كابتن مش مع اصله الاهلي اكبر من كده في الاستوديو يعني بنقول مؤاخذه عادي اتفضل يا كابتن بس في دي دايما نقول النادي الاهلي بيصنع مدربين ولا انه نجوم؟ صحيح. مصنع للنجوم ومصنع للمدربين. صحيح. ودي المقوله دي خلي بالك بتزعل الناس لكن دي حقيقه. لا لا تزعل يا كابتن. النادي الاهلي ربنا ثم النادي الاهلي يعني. زي ما صنعنا كلنا. صحيح يا كابتن. فدي حقيقه يعني. كابتن ال- 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 الكيان اكبر من اي حد. ليه؟ لانه طول عمر النادي الاهلي كده، ما هو ده مكسبه. ايه الفرق ما بين النادي الاهلي واي نادي في مصر؟ هي دي القرار، القوه في اتخاذ القرار، عدم يعني انت ما بتحسبش للقرار. ممكن انت عندك يعني انت عندك لعيبه كتير جدا في وقت كبير قوي انت خدت قرارات فيها ممكن كانوا يعني احنا قعدنا 7-8 سنين بنشتكي من حته الحراسه احيانا في اوقات كتير قوي وكنا محتاجين ان احنا نرجع الحارس اللي مشي عامل عندنا، لكن القرار انتهى.
انتهى خلاص ان هو وكم من اللعيبه جت النادي الاهلي ومضت للنادي الاهلي من انديه خارجيه ومن انديه منافسه يجي يمضوا للنادي الاهلي ويقول لك هيعملوا مشاكل يدوم الاستمرارات يقول لهم خد روحوا ناديكم حقيقي حصل لانه ده مبدا وحصلت مع لعيبه كتير قوي في مصر لانه ده المبدا لانه النادي الاهلي انت راغب فيه ولا لا واحيانا الناس بتختار النادي الاهلي من غير الارقام ومن غير الفلوس في نادي ممكن يديك اكتر لكن انت بالفعل تعالى اكلمك اقتصاديا تيجي تحسبها كمان تعالى نتكلم اقتصاديا يعني انت ممكن تاخد في نادي مليون وانا اخد في النادي الاهلي نص مليون مثلا لكن بطولاتك بتاخد مكافئات قد البطولات اللي انت واعلانات لا حاجات كتير قوي بس بقى بدون اقطعك سعرك بيطلع لا 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 غير بقى الماديات كمان حب الجمهور وسعادته بالنسبه لجمهور النادي الاهلي اللي هو انا بشوف ان هو سبيشال كيس يعني لوحده ده خالص بيخليك من غير فلوس اصلا وقلبته بقى وقلبته أيوة. هو يعني يطلعك لفوق وبنتكلم كمان الناحيه الاقتصاديه يعني انت بتاخد حب وبتاخد كمان فلوس بمعنى هديك مثل إيه؟ بس وقلت لك بحسني عبد ربه يعني انا يعني انا عايز اقول لك حاجه انت في لعيبه بتيجي النادي الاهلي سنتين بيبقى عندها 8 9 بطولات في انديه بتقعد 50 سنه بيبقى عندها بطولتين ثلاثه او بطوله واحده يعني في لعيبه لعبت للنادي الاهلي سنه واتنين تاريخها اعلى من انديه كتير في مصر صحيح فهي دي الميزه بتاعت النادي صحيح. الاهلي فعشان كده موضوع عبد الله مش عايزين لا انا ما بقولش انا بس حته تكريم الاساطير دي خدت شكل الحته دي الشارع المصري دي ان انا النادي الاهلي عمره ما بينسى اللي بيديله بشكل كبير وزي ما بقول كتربيه النادي الاهلي بيصنع وفي نفس الوقت كل واحد فينا بياخد قرار بيتحمل عواقبه يا كابتن طبعا فهي دي النقطه اللي انا بتكلم فيها وفي نفس الوقت يعني في حته العقليه اللي هي تخليك يعني في عقليات تتحمل جزء معين انها تقبله او بتحسبها بشكل مميز ففي ممكن الماديات انت لما تكون كبيره ما تتحملش الضغطه دي بتاعه الماديات فتبتدي تروح لحته تانية لكن انت لو تفكيرك سابق او فاهم بشكل اكبر واوسع تقول لا انا اختار النادي الاهلي بشكل كبير عشان هو انت الحاجات اللي انت قلتها كابتن حته الماديه حته الجمهور حته الحب حاجات كتير جدا بس في نقطه معلش صغيره انك انت بتكون في النادي الاهلي وانت من 16 سنه غير لما تكون عندك 27 سنه صحيح. او 26 سنه في النادي الاهلي تربيه داخل النادي الاهلي دي يعني اللي تحطها حط تحتها 40 قط يعني بتتعلم ازاي وبتدخل ازاي جوه المنظومه صحيح. وبعدين في ناس كمان الناس بتزعل من التصرف يا محمد يعني فرق بين التصرف وتصرف انت قلت مثلا نيمار خلاص علني ده سنه 24 سنه او 25 قال لك انا رايح علني واخد بالك التصرف بس هو اللي بيفرق مع الناس بالك العلن فده له قيمته انا بقول انها عقليه يا كابتن بتبقى يعني مش يعني خلي بالك ان مار عنده ايجنت وعنده 3 4 دول بيوجهوا طب انا عايز اسالك هل الايجنت دول برضه ليهم يد في الموضوع ده يعني اكيد طبعا بس هو في نقطه عايزين نتكلم فيها مهمه جدا عبد الله السعيد لاعب مهم دلوقتي لمنتخب مصر عايزين بقى مصلحه مصر هنا في الوقت الحالي عايزين نحاسب على عبد الله في الفتره دي عشان يلعب لمنتخب مصر ودي حاجه مهمه ولازم نحط قلت له كده عادل قدام حسام البدري بص انا معاك كابتن الحته يعني. دي بس جمهور الاهلي لما بيبقى زعلان من حد بتبقى مشكله جدا لكن نتمنى طبعا الامور ما بالنسبه للعبه ما تاخدش وقت يعني او الجمهور فدي هي دي النقطه اللي احنا انا معاك فيها حته منتخبنا الوطني وداخلين على كاس عالم الموضوع اتحل بمنتهى الدبلوماسيه وبارضاء الطرفين صحيح اذا كان الولد او حق النادي الاهلي فكله خلاص احنا الناس عشان كده انا طلبت ان كابتن عدلي القيعية يطلع يقول 1 2 3 4 الناس هتفهم من مسؤول زي كابتن عدلي في كل حاجه حقيقة. من دون ما احنا نخش في حاجات احنا طيب انا يمكن الخبر بتاع تكريم الاساطير غدا واحنا ان شاء الله هنكون متواجدين كابتن عدلي كلنا انا اسمي مكتوب في القائمه لا مش مكتوب انت لسه صغير انت فاضل لكم سنه ولا حاجه كابتن سنتين يعني زعلان على زكريا ناصف قوي انه مش هيتكرر كابتن زكريا في الجونه دلوقتي مع صاحبتك كباتن سنتين الجونة. واحنا لسه بدر علينا كابتن خلينا بقى نرجع للماتش تاني طبعا زي ما بقول لكم حضراتكم كده للمؤتمر الصحفي بتاع بكره هو اللي اخذنا لهذه الجزئيه ولكن مباراه يمكن تغلى فيها النادي الاهلي بشكل كبير على دفاعات المنانا الجابوني يمكن عشوائيه كابتن واضحه جدا على الفريق الجابوني وده اللي ساعد كتير النادي الاهلي اميز الجمل النهارده اللي ممكن تكون شفتها للنادي الاهلي واللي نجحته كابتن لا كل الفرق نجوم كل الفرق النهارده هايلين طبعا بينفذوا هو انت ممكن تدي مثلا تقول ليه الاهلي استحوذ؟ ليه الاهلي سيطر؟ ليه الاهلي ادى اداء؟ ليه الاهلي فاز بنتيجه؟ لان في مجموعه عوامل فنيه موجوده عند لعيب النادي الاهلي وجهازه. يعني الاهلي زي ما بقول لك بيملك الثقافه الهجوميه.
دي مفيش كلام، دي ثقافات، واخد بالك؟ الاهلي يملك الشراسه، شراسه كفتيم الهجوميه والدفاعيه، فريق منظم، يملك الانتشار الجيد، يملك الترابط، واخد بالك؟ يملك الواقعيه في الاداء. الاهلي بيعرف، الاهلي ثلاثه بيعرف يتعامل مع كل الامكانيات. الامكانيات لو هو خد بالك فريق عالي، فريق وسط، فريق بيعرف يتعامل وباقل مجهود، امتى يجريك وامتى ما يجريش وامتى هو واقف. الاهلي يملك كرة قدم حقيقية، يعني الاهلي بيقدم كرة قدم حقيقية فعلا، بيقدم كرة نموذجية في اي وقت حتى مع الفرق اللي هي ممكن تكون سهلة. فكل دي عوامل يا محمد النهارده تخلي النادي الاهلي، الاهلي اسم كبير، الاهلي ما شاء الله يملك القدرات الخاصة اللي اقدر اشتغل بيها ب 4 3 3 4 5 1 4 4 2 4 1 4 1، كلها الحمد لله ثقافات عند اللعيبة بيملكها النادي الاهلي. فالفوارق الكبيرة دي في فنيات اللعيب النادي الاهلي هي اللي صنعت النهارده الاداء الجيد، الفوز الحمد لله الواقعي، الشكل العام، فوارق كبيره جدا كبيره جدا بين النادي الاهلي وبين ودي تدل ان الحمد لله النادي الاهلي قادر بفضل الله سبحانه وتعالى ان هو يوصل النهائي وياخده ان شاء الله الرحمن، وده هدف كبير جدا كلنا نرجو من الله سبحانه وتعالى ثم الجهاز الفني واللعيبه، وده امل كبير جدا عند جمهور النادي الاهلي. موضوع مش موضوع ماتش، موضوع ان النادي الاهلي بمن حضر، والنهارده بيبان حضر الاهلي، الاهلي يملك فضل الله تعالى الحلول والتنويع وكل حاجه كويسه، والاهلي عنده لعيبه على اعلى ما يكون في الامكانيات اللي تقدر يقدم بيها اداء ونتيجه بفضل الله. طيب كابتن شريف، خليني اقول لك تقييمك لميدو جابر النهارده اللي احرز الهدف الاول، والمهم جدا ان احنا نشوف بقى لاعبين جدد زي ما انتوا اتكلمتوا كده كابتن. خلاص الفتره اللي جايه كابتن حسام هيعتمد على مجموعه ممكن ما تكونش بتلعب، خصوصا انت حسمت بطوله الدوري، حسمت تاهلك لدور 16، في فترة موجودة هتبقى توقف عشان التزامات منتخبنا الوطني ومبارياته في الأجندة الدولية بالنسبة له، مباراة البرتغال. يعني أعتقد كابتن حسام عنده مباراة ودية في الإمارات أمام الفجيرة، هيعتمد على مجموعة ممكن ما يكونش شافها الفترة اللي فاتت. ميدو جابر هو هيكون واحد منهم أو بقى واحد من اللعيبة اللي خلاص ابتدت كابتن حسام بدأ يعتمد عليها بشكل كبير، تقييمك ليه النهاردة؟ أنت فاكر إحنا في أول استوديو اتكلمنا على ميدو جابر والتحرر اللي عمله في المباراة اللي كانت قبل المباراة دي امبي في مباراه امبي، وكان بيلعب من ورا خالص مع ال 18 وبينقل الكوره بسرو باس لازارو الناحيه الثانيه، وتاني تايم اتحرك كمان حسام البدري طرح فيه الثقه ان هو يدي امكانياته اللي موجوده، وواضح جدا ان اللاعبين كلهم بينفذوا تعليمات الجهاز الفني استكمالا للربيع. يعني انا النهارده بقى فرقه زي اللي احنا لعبناها النهارده دي ما لهاش اي هويه، ان المدرب بتاعهم شكله ما قالهمش ايه، ما عندهمش ثقافه هجوميه، ما عندهمش ثقافه دفاعيه، هم يعني خسرانين في مصر ويلعبوا زي ما تلعبوا، ادوا استمتعوا، انما ما فيش الكلام الخططي ولا الكلام اللي النادي الاهلي بيبحث، فيش اي حاجه ولا الامكانيات والفارق اللي احنا بيننا وبين اي فرقه ثانيه. لعيبتك لو انت بتتفرج دلوقتي اهو بينفذوا تعليمات الجهاز الفني بما المواهب اللي عندهم. يعني الراجل عايز يلعب 1 2 هو وازارو على ما اعتقد هو اللي كان رايح على الجول، راح الكره رد فيه، راح واخد القرار على طول 1 2 في رجله نفسه ايه، ومصوب بحل من الحلول اللي هي في كره القدم. عنده امكانيات التصويب، عنده امكانيات انه يجري في الدفاعات، عنده امكانيات انه يبقى مهاجم، عنده امكانيات انه بيلعب على الاطراف. فميدو جابر اصبح وخلانا في يعني في ظرف قد ايه؟ ماتشين ثلاثه الحقيقه، من ماتش ام بي على الماتش اللي فات ده على الماتش ده، ان هو يبقى له وجود ويقول انا ميدو جابر اللي انتوا كنتوا حاطين عينيكم عليا، بص الكوره التصرف على طول، ما فكرش. فهو اللي قال دلوقتي انتوا كان معاكم حق ان كنتوا تحطوا عينكم عليا وان انا يكون عندي شخصيه التيشيرت الاحمر. فاعتقد ان طبعا انا الحقيقه دايما برجع للمدير الفني اللي هو بيدي الثقه للعيب اللي هو يقدر يعمل كده في الملعب، اللي يدي الثقه لوليد سليمان مثلا انه يطلع الامكانيات كلها اللي عنده وهو في السن ده وهو في الظروف دي وهو في ال 40 دقيقه اللي احنا بنتكلم عنها، انه يخلي واحد زي ازارو ده بهذا الشكل وبهذا الكيان وبالاهداف دي والمكنه، واللي هو على طول مديني امل ان هو موجود في المنطقه دي وفي اي وقت ممكن يجيب جول. فميدو، اسلام محارب، الناس دي جايه يا كابتن فاروق. ليه؟ لانهم فعلا لو ودانهم سمعت الاجهزه الفنيه اللي هي عايزه مصلحتهم ومصلحه الفرقه وكل التعليمات اللي بتتقال لهم فبينفذوها وبيطلعوا بقى الكره اللي عندهم. يعني انا بطلع الكره اللي عندي من التعليمات اللي بتجيلي، غير كده اعتقد ان مش هنبقى موجودين يعني في تيشيرت النادي الاهلي. غير كده المنافسه صعبه جدا، انت شفت الكيانات اللي خرجت قد ايه، واللي بيبحثوا عنهم اي حد دلوقتي بقى النادي الاهلي بقى دلوقتي مطمع، اي واحد ماشي بيقول لك انا عايز ابقى في النادي الاهلي. ليه؟ لانه عرف خلاص الدنيا شكلها ايه، عرف ان
بؤرة الضوء والالتزام والمبادئ وتوفير كل سبل اللعبة للنجاح موجود عند النادي الأهلي. فأنت لو جاي عندك شوية قد كده، لو مشيت على مبادئ النادي الأهلي وتدريبات النادي الأهلي وإمكانيات النادي الأهلي، أعتقد أن أنت تبقى حجمك أكبر من الإمكانيات اللي تبقى موجودة عندك وتطلع كل اللي نفسك فيه. فأنا ميدو جابر عايز أقفل لك حديثي بيه أن هو رجعت له الثقة، رجعت له الثقة كلاعب كرة، هو حاسس من نفسه أن هو يقدر، عنده إمكانية المنافسة أنه يبقى موجود وأساسي بإذن الله. طيب. كابتن عادل، خليني أسألك على تغييرات كابتن حسام النهاردة. هدف بالنسبة لكابتن حسام بدري النهاردة في تغييرات ميدو جابر، نزل مكان اسلام محارب، كريم نزل مكان احمد فتحي وصلاح محسن. كنا منتظرين مروان لكن ما نزلش صراحه النهارده. يعني انا شايف انه كان كابتن حسام فضل انه يكسب المباراه، فضل الالتزام، فضل عدم المجازفه باللاعبين، ممكن يغير في السيستم. هو كان عايز يكسب المباراه، كان 2-1 وكان ممكن يغير بس اسلام محارب وكريم نيدفيد وقال صلاح محسن لاخر وقت علشان الحته لو حصل اي حاجه لا قدر الله لاي لاعب. لكن التغييرات احس ان هي كان ممكن يدي لمروان محسن، لان مروان عمل مباراه كويسه في القاهره، جاب هدف وجاب هدف كويس. كنت نفسي ياخد كمان المباراه دي، يمكن انا كنت طمعان ان هو يلعب مكان وليد ازارو شوط تاني، يعني ياخد شوط بحاله عشان يجي. وصلاح محسن كمان كنت اتمنى ان هو يشارك بصوره جيده قوي. احنا ناقصنا اكتر من عنصر في كذا مكان كده، يعني مهما النادي الاهلي كويس وشغال كويس، هنا بقى الفكر مش المكاسب الكتير تفرحك على المدى الطويل، انك انت محتاج انك انت في تعديلات في الفرقة، محتاج انك انت في لعيبة. يعني الناس ممكن تستغرب، في لعيبة ممكن لازم تيجي في النادي الاهلي، يمكن انت رايح لمنافسات قوية جدا. انا اتمنى ان احنا يبقى عندنا سيرد باك اخر كمان، واحد مميز في السيرد باكات، لانه هيجي عليك وقت هتلعب مباراه صعبه قوي في افريقيا، انت محتاج كمان مهاجم يكون يجي زي الاثنين اللي عندنا، مروان وصلاح محسن، تجيبهم ان هم يبقوا ثلاثه عندك مهاجمين ثلاثه كويسين في اي وقت تلاقي واحد فيهم. فعلشان كده بقول لك الفكر بتاع الانديه الكبيره كده، مش معناها انك لما تكسب خلاص الفرحة تاخدك وتوديك لعدم العمل، لا بالعكس بتزداد عمل. يمكن أنا هرجعك لنقطة مهمة جدا، من أهم أسباب تميز النادي الأهلي في الدور الثاني من الدوري حاجة كانت غريبة الشكل، باللي هي أنت بتمشي 6 لعيبة إعارة أو 5 لعيبة إعارة في الدوري السعودي في وقت أنت في عز الدوري. الدوري كان هيتلعب 3 أيام، كل مباراة 3 أيام، لكن النادي الأهلي كان عنده تخمة في أماكن، ودي الميزة اللي في النادي، التصحيح والتصليح. يعني التصحيح أنك أنت لجنة الكرة والمجلس الإدارة دي حقيقة، اللجنة الجهاز الفني أكيد. شوف أنا عايز أقول لك حاجة، أنت كان عندك 10 مهم جدا كابتن محمد، أنت كان عندك 10 لاعبين على الطرف اليمين والطرف الشمال وأسمائها معروفة، 10 لاعبين صحيح. مرة واحدة لازم يتواجد منهم 2 ويتواجد منهم 2 احتياطي، وكان بيبقى 6 أو 5 بره السكور. فدي عماله زايده، فلما راحت عملت للنادي الاهلي رقم، عملت للنادي الاهلي شكل، عملت استقرار للمدير الفني، خلت الكابتن حسام البدري يبقى مستقر راس. صحيح كابتن عادل، فايده للعيبه نفسها اللي مشي طبعا كمان. كابتن ربيع، اخيرا ان شاء الله يعني من خلال النتيجه الكبيره اللي توقعك ان شاء الله بالنسبه للاهلي في دوري المجموعات، ايا كان مين هيكون متواجد معنا يعني. بمشيئة الله وتوفيقه إن شاء الله النادي الأهلي في نهاية أفريقيا بإذن الله تعالى، والسنة دي ربنا هيجعل نصيب للبطولة بمشيئة الله تعالى. أنا خدت منك على فكرة السنة فاتت كنا بنحلل برضه بطولة أفريقيا كابتن، وقلت لي الجزئية دي والحمد لله وصلنا، بس طبعا ظروفنا كانت أو يعني طبعا هي دي كرة القدم، لكن إن شاء الله السنة دي الوضع مختلف. كابتن ربيع شكرا جزيلا، كابتن عادل بشكرك شكرا جزيلا، كابتن شريف قلت في الآخر أنت عشان أنت اللي توقعت النتيجة صح، فقلت أشكرك في الآخر. أنا بشكرك وخدت العلامة الكاملة في الموضوع. الحمد لله نورت وشرفت، عقبال كل ماتش إن شاء الله يا رب أمين. طبعا النادي الأهلي يبقى في أحسن حالاته دائما كسبان، بيسعد ملايين من الأهلاوية في حالة المكسب طبعا باستمرار، واحنا عايزين نسعدهم بشكل كبير من خلال المكاسب اللي نحققها في الفترات القادمه ان شاء الله. بعد الفاصل هيكون معايا الفقره التحكيميه وكابتن سمير عثمان طبعا حكمنا الدوري السابق، هنكون معاه طبعا والحالات التحكيميه الموجوده في هذه المباراه.